ما ينفعش نبدأ دردشتنا الصباحية مع حضراتكم بدون ما نتذكر لحظات موجعة عشناها بالأمس، شفنا فيها توديع الشعب المصري لعل عقيد أركان حرب رامي حسنين قائد كتيبة الصاعقة بشمال سيناء، واللي استشهد هو وسائق سيارته المدرعة المجند محمد طه، وطبعا كان في إصابة لثلاث جنود إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية أثناء مرور السيارة المدرعة اللي باستقلاها قائد القوات الصاعقة، ما أدى لتفجيرها واستشهاده في الحال واستشهاد المجند محمد طه. امبارح شيع آلاف من أهالي مركز ومدينة إيتاي البارود في كانت جنازة عسكرية الحقيقة مهيبة جثمان الشهيد العقيد رامي حسنين من مسجد الغرب، وتم تشييع الجنازة وسط زغاريت من الفتيات والسيدات. الستات امبارح في شهادة في جنازة الشهيد بإذن الله رامي حسنين العقيد أركان حرب رامي حسنين، الستات كانت بتزغرط والرجالة كانوا بيهتفوا لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله، والجيش والشعب إيد واحدة، وبالروح والدم نفديك يا وطن. هتافات صادقة مصدرها الحقيقي هو القلب واليقين إنه قصاد كل بطل بنفقده في أرض المعركة مع الإرهابيين الخونة لازم ده يقوي عزيمتنا أكتر ويخلينا كلنا إيد واحدة. تعالوا نشوف مع بعض هذه اللقطات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحقيقة أن احنا امبارح حاولنا فعلا نلاقي كمان لقطات لجنازة الشهيد المجند محمد طه، للأسف ما لقيناهاش. وأنا الحقيقة مش عايزة بقى بكرر الكلام ده كتير، بس أنا يعني بستغل صباح دريم وبستغل كده أن احنا في ظروف احنا الحمد لله إلى حد كبير جدا كل فئات وأبناء الشعب المصري متكاتفين فيها، ولما بنشوف المشهد ده بيقوينا أكتر، عشان أطلب بس طلب متواضع قوي من كل زمايلنا الأعزاء وإخواتنا في المواقع الإخبارية، في المواقع الإخبارية اللي على الإنترنت طبعا، المواقع الصحفية المحترمة، لأن أنتوا بتكونوا أسرع مننا، أنتوا عندكم القدرة بحكم التكنولوجيا بتكونوا أسرع مننا، فياريت ياريت المجندين والعساكر والأمنة الناس اللي بتقدم روحها كمان فداء للوطن، ياريت كمان جنازاتها نقدر نروح بسرعة نغطيها ونقدر حتى ناخد منها لقطات تكريما للشهيد. يعني المجند ده هو طبعا أهله بيكونوا في حالة ما يعلم بها لربنا، ما بيبقوش قاعدين فاتحين التلفزيون يتفرجوا، بس فيما بعد لما شوية كده إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى بينزل يعني سكينة على قلوبهم، بيبقوا عارفين ان قنوات التلفزيون وان الصحافة وان المواقع اللي على الانترنت كرمت ابنهم المجند او ابنهم الامين او امين الشرطة او ابنهم العسكري لما مثلا يستشهد في ارض المعركة او تتفجر فيه قنبلة في كمين او غيره، الحوادث اللي بقينا كل يوم تقريبا بنسمع عنها، فبيبقوا عارفين ان ولادهم اتكرموا، فدي بتبقى لفتة جميلة جدا. ف الله يرحم الجميع يا رب. الحقيقة العقيد رامي حسنين ده كان قائد طبعا القتيبة 103 صعقة،
في منطقة شمال سيناء، خريج 90 حربية، دفعة 90 حربية، اشتغل في أو عمل في منطقة شمال سيناء كذا شهر الحقيقة، وخلال المدة دي واجه عدد كبير جدا من العناصر الإرهابية والتكفيرية طوال مدة خدمته. رحم الله شهيد الوطن، رحم الله الشهيد العقيد أركان حرب رامي حسنين قائد كتيبة الصعقة بشمال سيناء، رحم الله الشهيد بإذن الله المجند محمد طه، رحم الله كل شهيد بيقدم روحه فداءً.